دي في بلطجة في الشوارع، ولم أكن أتخيل أبدا أن يبقى فيه استخدام أسلحة آلية. أنا أثق طبعا أن مديرية أمن الدقهلية هتشوف هذه الحالة، لأن كمان إحنا وصلنا إلى حالة دولة المؤسسات بشكل مكتمل، والأمن يواجه إرهابا. مش هيبقى كمان عندنا في عصابات بهذا الشكل، صحيح مش هتتوقف والجريمة لن تنتهي، ولكن فكرة انه في موت ابرياء بسبب اطلاق نار وبلطجة وآلية فيموت 2 من الابرياء، ده كمان بيحتاج الى تصدي ومواجهة. تعالوا نشوف ومشهد السلاح الآلي، لو تجيب لنا صورة السلاح الآلي قبل ما نشوف التقرير في الشارع، يعني مشهد مؤسف ومخيف. لكن في جريمه، طول ما في حياه في خير وفي شر، وفي عصابات هتستخدم هذه الوسائل ومش هتتوقف. اهو يعني هنشوفه في التقرير يعني، بس لو نقرب الصوره كده نحر، اهو هنشوف الناس اسلحه آلي، ده كل ده اطلاق نار هتسمعوه بعد شويه، والأسلحة الآلية أهو أدى إلى سقوط 2 أبرياء. في عنف مش هيتوقف في الشوارع، نعم، لكن لما نكون وصلنا خلاص لدولة المؤسسات بهذا الشكل، يعني ده يحتاج إلى قبضة من حديد، وأثق إن مديرية أمن الدقهلية هتتصدى لذلك، وده في المطرية دقهلية. انتشر عدد من البلطجية بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، وأطلقوا الرصاص بالهواء نتيجة خلاف بينهم، مما أدى إلى إرهاب الأهالي ومنعهم من الخروج من منازلهم ووفاة 2 من أبناء المنطقة على إثر المشاجرة. شوية بلطجية وعصابات شايلين سلاح كتير وفلوس وإمكانيات، وبيتعاركوا مع بعض ورماية عشوائي، وروح فيها غلبان زي نصر وزي الولد التاني، ملهمش في اي حاجه. ده سواق توك توك ارزقي، والتاني رايح يجيب عشاء لامه، ذنبه ايه اللي رايح يجيب عشاء لامه يرجع في صندوق؟ وذنبه ايه عيل طالع يجيب 10 جنيه لابوه، كبير ابوه بيعين ابوه راجل كبير في السن، يرجع برضه ميت. العصابات دي بتهرب فين؟ كله في البحيره يا حاج، كله في البحيره، كله هربان في البحيره. بحيره لمه بقى، من المطريه ومن البلاد اللي حوالينا ومن الشبول ومن المنزله، كل المجرمين عارفين بعض ومتجمعين مع بعض وقاعدين في البحيره. صياد غلبان رايح يجيب له 10 جنيه ياخدوه، ياخدوا مركبه، ياخدوا مكانته، يخطفوه يرموه في الميه، يسيبوه في البحر. اللي حصل ان هو بيشتغل على التوك توك، وجه الساعه 12 قال لي بابا خد حاجه عشان تسرح. بعد نص ساعه لقينا ناس جايبين التوك توك وجايين، فين يا اولاد؟ قالوا تعالى ابنك في المستشفى. رحت المستشفى، كان ضحيه ابني وشاب تاني اسمه زكريا شتاوي. ابني خد طلقه في دماغه من ورا، وزكريا شتاوي انضرب بطلقه آلي في صدره. والاثنين وده مات في صوته، وابني راح الطوارئ قعد 4 ايام وجه وتوفى، وجبت دفنته. والبيئه كلها كانت عايزه تعمل رد فعل، انا رفضت رد الفعل لان ده الاخطر عصابتين في البلد. انا قلت افرح بابني واعمل له فرح يوم ما مات، وتعمل له زفه كبيره ما اتعملتش لحد في الدنيا، وبقيت مبسوط. لكن العصابات دي موجوده في البلد، ولغايه اول امبارح ضرب نار في الشوارع، مش عارفين نعمل حاجه مع الناس دول. انا عايزه حقه بس، عايزة حاجة تانية. كنت يومها صاحب الليلة ذاكر وسمعه وهو بيتكلم في الأوضة التانية، وسمع اللي حكيته. بعد كده هو قايلان راح يمول وجاي. بعد كده وأنا بذاكر لقيت في شباب جايين عمالين يندهوا، أنت طالعة؟ قالوا فين أبوكي؟ خليجي. إحنا بس يعني احنا طالبين حقه. هو كان سند بابا وضهره، هو اللي مدخلني ثانوي، هو كان سندي في الحياة، هو كان يعني كان بيتمنى لي الخير، وكان نفسه يعيش، كان نفسه يفرح، كان نفسه في حاجات كتير. سايبين المطرية ليه؟ سايبين المطرية وهي بتلم البلطجية بتاعت الدنيا كلها، يعني احنا سايبين يهربوا في بحيرة المنزلة. في بحيرة المنزلة بهربوا هنا، السلاح ما عادش حد، النهارده اللي معاه فلوس ماشي بسلاح، مش عارفين الحكاية ده. الغلبان اللي بيضيعوا وعيالنا بتضيع، بيمشوا يضربوا آلي في عز النهار. في أي مشكلة ما تفجرش حد يتكلم، لأن إحنا غلابة، الناس هنا غلابة. الناس ديت ما حدش بيقدر عليها إلا ربنا. وأقول لك على حاجة، معظم الناس هنا تخاف تحكي معاك، يعني ممكن اللي يحكي معاك الوقت ممكن العالم يجرى له إيه.
بس احنا بنقول كلمتنا وحننا على الله. طبعا يا جماعه المشاهد مؤسفه وحاله الخوف عند الناس. احنا زي ما قلت وصلنا لدوله المؤسسات المكتمله، والراي العام معاك ولن يقبل ابدا بان في سلاح سواء سلاح بلطجي سلاح عصابات، ولا مشهد زي ده يبقى في ناس بتشيل اسلحه آلية في الشارع. ده يعني تقطع هذه الايادي بالقانون طبعا، وترويع الناس وتخويفهم، وسقوط 2 من الابرياء ما لهمش اي علاقه. ما قضيه ده دعوه زي ما قلت لمديريه امن الاهليه للتصدي للبلطجيه. شايفين الناس حتى بتقول في ناس هتخاف تتكلم معاكم لانه الناس دي هتهددهم يعني. لكن لا، مش هنوصل لهذه الحاله. احنا نجحنا في ان نصبح دوله مؤسسات حقيقيه وقويه، وبالتالي مع المجرمين بيد من حديد مفيش فيها نقاش، وبالقانون اللي بيتيح لك ذلك يعني.